انا معايا عارف ان بكره دي معناها سنتين، يعني انا عندي بكره اكتر وقت شويه، مش عشان حاجه بس عشان يعني في حاجات لازم تحصل عشان الفيلم يطلع كويس، لازم يقعد يتكتب كتير، لازم يعني في مراحل كتير، لازم فتره اعداد كويسه، اختيار الممثلين، لازم نلاقي الممثلين المناسبين للدور ده، وده اخد شويه وقت يعني. مع ان الحمد لله زي ما احمد قال امبارح واحنا في انترفيو كده، فالحمد لله توفقنا في كل الاختيارات اللي كان نفسنا فيها، الحمد لله حصلت يعني، والحمد لله ان هم وافقوا على الدور ده، وانا كنت متاكد ده هيحصل، لان انا عارف احمد يعني كل الممثلين بيحترموه وعندهم رغبه في الشغل معايا. فهي كان لا انا اتحمست طبعا من اولا انا واحمد يعني في كذا فيلم تاريخ لنا يعني ثلاث اربع افلام اشتغلنا فيها وكده، فدايما ببقى مستني يكلمني كده يقول لي، وساعات ما يكلمنيش ويقرر يعمل فيلم مع حد تاني، انا بقول لوحده بتضايق قوي. تعرف تحاول تتفاهم الاخر حتى لو بتختلف عنه، مجرد ان هو مختلف ليك فهو مش عدوك، دي كانت حاجه مهمه قوي بالنسبه لي في الفيلم. فتحمست قوي طبعا استاذ سيد رجب فكره ان احنا نشتغل مع بعض، دي كانت برضه حاجه متحمسه جدا. المشهد بتاع الدكه او اللي بنشوف فيه جزء انساني من مصر ما كناش شفناه منه، ده يعني هو فعلا فكره الانسانيه بتاعت الكاركتر، ان احنا الشخصيه هي مش ملهاش بعد واحد، هو مش مجرد بني ادم بيحاول ان هو ياخد الحياه بدراعه، على قد ما هو بني ادم الظروف حطيته في الوضع ده، الظروف هي اللي خليته ان هو يبقى بالعنف ده والقسوه دي، وده هو بيقوله نصا في المشهد ده ان هو الحياه هي اللي زقته ده. فاتبسطت ان في مشهد بيبين بعد مختلف عن الشخصيه، مش مجرد ان هو عنيف وخلاص، فده كان مهم قوي بالنسبه لي ان هو كان ابعاد مختلفه بالنسبه له. يعني احنا خلي يعني يلا نرتجل ونحرك الحجر او الخشبه الثقيله ديت ونوديه ونشوف هيحصل ايه، بس الحمد لله حصل وحصل كويس وانا حبيت المشهد. المشهد الاخير بقى ده كان فيه نقاشات حتى من قبل التصوير مع الاستاذ احمد، هل البتاع هتقع عليه بس ويموت، ولا انا هشارك في موت في موته، ولا وحصل بالشكل دوت ان انا فعلا يعني شاركت من منطلق الخوف والجبن اللي ممكن يؤدي لافعال قويه جدا، افعال يعني افعال القتل حتى يعني. فانا عملت دوت، والجميل ان حصل ميكس بين دوت وبين وجهه نظر الاستاذ احمد، ان برضه الحجر ينزل عليه، وتعمل حلو قوي، لدرجة ان ابني امبارح واحنا مروحين بيروحني بيقول لي البيت كان بيساعدك، يعني البيت ساعدك في انك تتخلص من الراجل دوت، فانت حتى قتلته وعملت اللي عليك وهو خلاص بيموت، ولكن البيت شارك في الموت، فكان دي فكرة كمان جميلة جدا، وقلت يا سلام الاستاذ احمد بيبص بعيد قوي. Vico.